بسم الله. طبعا يا شباب، احنا كنا اخذنا مع بعض اول حاجة، اسف، اخر حاجة كان التكامل بالقصور الجزئية، اللي هو كان السكشن اللي قبل الاخير، لان اخر سكشن كان برابر. تمام، النهاردة ان شاء الله باذن الله واحد احد هنكمل مع بعض التكامل بالتجزيء والتكامل بالاختزال. تمام كده. مبدئيا النهارده السيكشن رقم 8، هو المفروض رقم 7 في سيكشن متسجل في الاليبس. تمام، هتلاقيه موجود عندك على التليجرام. تمام كده، يبقى ده السيكشن رقم 8 اللي هو بيتكلم على التكامل بالتجزيء والتكامل بالاختزال. بسم الله. انتجريشن بارت ده هو تكامل بالتجزيء، وده طبعا حاجة مهمة جدا وبنستخدمها يعني على طول الأبد. هتلاقي عندك في سنة أولى السنة الجاية إن شاء الله، إذا كنت دخلت بقى كهرباء ميكانيكا من أي حاجة، هتلاقي عندك معظم أي حاجة عندك فيها مشكلة بتحلها بالتكامل بالتجزيء. يبقى النهاردة التكامل بالتجزيء ده انتجريشن باي بارتس. إمتى أستخدم التكامل بالتجزيء؟ لما تلاقي اي دالتين مضروبين في بعض، اي دالتين مضروبين في بعض فيهم واحده سهله تتفاضل والتانيه سهله تتكامل، يبقى هتفكر انك تشتغل بالتجزيء. تمام كده، هتقول لي ما انا هوزع التكامل على حصر الضرب. ده انا قلت لك في اول السنه خالص ما ينفعش انك توزع التكامل على حصر الضرب او الاسم، ده احنا بنوزع التكامل فقط على الحاجتين اللي مجموعين على بعض او اللي مطروحين من بعض. يبقى دلوقتي التكامل بالتجزيء ده دالتين مضروبين في بعض، واحده تكون سهله تتفاضل والتانيه هتكون سهله اللي هي تتكامل. الناس معايا كده؟ اول حاجه عندنا طبعا عندنا قانون بنشتغل بيه. القانون ده عباره عن اللي ايه، تكامل اليو في الدي في. اليو هي الداله اللي هتكون ايه، سهله تتفاضل، الدي في هي الداله اللي سهله تتكامل. يبقى يو دي في عبارة عن اليو في الفي ناقص تكامل الفي في الديو. اليو في الفي ناقص تكامل الفي في الديو. تمام كده، المفروض هو ده القانون بتاع التكامل بالتجزيء اللي انت هتحل بيه المسائل بتاعتك. وطبعا لازم تتلاقي في الامتحان مسألة او مسألتين على التكامل بالتجزيء. تمام كده يا شباب، انا هقول لك على حاجة كده هتحل بيها باسلوب سهل جدا. دالتين مضروبين في بعض فيهم واحدة سهلة في التفاضل والتانية سهلة في التكامل، يبقى تكامل بالتجزيء عبارة عن يو في ناقص تكامل الفيديو اللي هي في دي. تمام، احنا غالبا بنختار الدالة اللي اسمها يو، هي عبارة عن دالة بولينوميال، يعني دالة كثيرة حدود، يعني الأس بتاع الإكس عدد صحيح موجب. تمام كده، أو بنختارها عبارة عن دالة مثلثية عكسية أو زائدية عكسية، ساين انفرس إكس، التان انفرس اكس، الكوزاين انفرس اكس، الكوتان انفرس، وهكذا. اي داله مثلثيه عكسيه بختارها بيو، لان المفترض ان الدوال المثلثيه العكسيه مش بعرف اعمل لها تكامل بس بعرف اعمل لها تفاضل. وبرضه ممكن اختار اللين اي حاجه باليو، لانك انت عارف ان اللين مش بعرف اعمل لها تكامل، يعني هي مش موجوده في الجدول، انما اعرف افاضل اللين اكس. لما تفاضل اللين اكس بتبقى دي اكس على الاكس. تمام كده يا شباب، يبقى لما تشوف اي حاجه من الحاجات اللي انا عامل لك عليها دي بتختارها باليو. والدي في هي داله سهله في التكامل، زي مثلا الاي اس اكس، الساين اكس، الكوزاين اكس. يبقى دالتين مضروبين في بعض فيهم واحده سهله في التفاضل والتانيه سهله في التكامل، يبقى انت هتستنتج انك هتشتغل تكامل بالتجزيء يو في ناقص تكامل الفي في دي يو. تمام كده يا شباب، وبنختار اليو زي ما قلت لك، داله مثلثيه عكسيه زائديه عكسيه اللين البولينوميا، وبتختار الدي في داله تكون سهله تتكامل زي الاي اس اكس او الساين او الكوزاين. حد فيكم عنده مشكله في الشرح بتاع التكامل بالتجزيء؟ هو ده بس على فكره الشرح، التكامل بالتجزيء اللي جاي كله مساج. الناس معايا؟ في مشكلة في الكلام ده؟ لا تمام يا باشمهندس. طيب ناخد بقى مثال مع بعض كده وهتركز معايا في المسائل.
اول مساله عندنا اكس تاني انفرس اكس دي اكس، ده اللي مضروبين في بعض، عايز اكملهم. هتستنتج انك هتشتغل بالتجزيء. عشان تشتغل بالتجزيء لازم تحدد مين فيهم اليو ومين فيهم الدي في. طالما انت عندك تاني انفرس اكس يبقى هي يو على طول، لان التاني انفرس اكس معرفش اعمل لها تكامل بس اعرف اعمل لها تفاضل، يبقى اليو بتاني انفرس اكس. اعمل لها تفاضل يبقى كام؟ واحد على واحد زائد اكس تربيع دي اكس. انت اخدت في الترم اللي فات ان تان انفرس اكس لما تيجي تعمل لها تفاضل هي بواحد على واحد زائد اكس تربيع. تمام كده؟ يبقى كده انت عندك اليو وجبت منها الدي يو. الدي يو يعني التفاضل بتاع اليو. تمام كده؟ طبعا الحاجه اللي هي مضروبه في التان انفرس اكس الباقيه هنسميها الدي في. هو ايه اللي باقي؟ اللي باقي لك الاكس في الدي اكس. اكس في الدي اكس ده لما تعمل له تكامل يبقى اكس تربيع على الاثنين، يبقى كام؟ اكس تربيع على الاثنين. اضرب بقى اليو في الفي ناقص تكامل الفي في الدي يو، هو ده التكامل بالتجزيء. اعمل معاه السهم ده كده، يو في الفي ناقص تكامل الفي في الدي يو، اكس تربيع على الاثنين تان انفرس اكس ناقص نص تكامل اكس تربيع على اكس تربيع زائد واحد دي اكس. عايز ايه؟ يعني انت بعد ما عملت تجزيء هيظهر لك تكامل. التكامل اللي هيظهر لك ده كده هتكامله بالجدول او باي حاجه احنا اخدناها قبل كده. هنا عشان تكامل هتزود واحد وهتنقص واحد. لما تلاقي عندك البسط نفس درجه المقام، تمام كده؟ يعني انت عندك اكس زائد واحد في المقام وعندك في البسط اكس، او عندك اكس تربيع زائد رقم في المقام واكس تربيع في البسط، يبقى انت هتخلي البسط زي المقام، يعني هتزود واحد وتنقص واحد وتوزع البسط على المقام. اعرف بقى الفكره دي كويس. هنا عشان تكامل زود واحد ونقص واحد ووزع البسط على المقام. او حل تاني انك تعمل قسمه مطوله، بس كده اسهل. يبقى انت لما تزود واحد وتنقص واحد وتوزع البسط على المقام، ركز معايا كده، يبقى سالب نص اكس تربيع زائد واحد على اكس تربيع زائد واحد دي اكس. والمفروض هتوزع السالب واحد على اكس تربيع زائد واحد، سالب واحد في سالب نص عبارة عن نص، يبقى نص تكامل واحد على اكس تربيع زائد واحد دي اكس. تمام كده يا شباب؟ اكس تربيع زائد واحد على اكس تربيع زائد واحد ده بواحد، تعمل له تكامل يبقى باكس، لان تكامل الدي اكس باكس. وواحد على اكس تربيع زائد واحد تعمل لها تكامل يبقى تان انفرس اكس، يبقى كأن قيمة التكامل بتاعنا اكس تربيع على الاتنين تان انفرس اكس ناقص نص اكس زائد نص تان انفرس اكس زائد سالب. تمام كده؟ بعد ما عملت تجزيء ظهر لك مشكلة. عشان تحل مشكلتك لازم البسط يكون زي المقام عشان توزع وتعرف تكامل، فزودت واحد ونقصت واحد. حد عنده مشكلة في المثال ده يا شباب؟ لا يا باشمهندس كمل. تمام يا باشمهندس. تمام. مين اللي بيتكلم ده؟ أنا أحمد البيهوشة يا باشمهندس. ماشي. المثال التاني ده طبعا في الابليكيشن أكيد قبلك وأنت بتحل، صح؟ أكيد قبلك وأنت بتحل، ولا انت ما حلتش الابلكيشن؟ ما عليك. ايوه اليو عباره عن لين اكس زائد واحد، هنا عندك تكامل لين اكس زائد واحد دي اكس. هنا عشان تكامل يا شباب، يعني بص اقول لك على حاجه، بس لو جالك في الامتحان تكامل اي داله مثلثيه عكسيه او اي داله زائديه عكسيه او لين، اعرف انك هتشتغل بالتجزيء. حلو كده؟ اعرف او استنتج انك هتشتغل بالتجزيء. هنا عندك لين اكس زائد واحد، اشتغلها بالتجزيء. يبقى اليو بلين اكس زائد واحد، الدي يو بدي اكس على اكس زائد واحد، الدي في بدي اكس. اعمل لها تكامل يبقى اكس، لان المفترض انك لما تكامل الدي اكس باكس
ولما تفاضل اللين اي حاجه مشتقه ما بداخل اللين على ما بداخل اللين، يبقى دي اكس على اكس زائد 1. اضرب اليو في الفي ناقص تكامل الفي في الدي يو في الفي اكس لين اكس زائد 1 ناقص تكامل ال v في ال du x على x زائد 1 dx. نفس المشكلة اللي قابلتك في المثال اللي فات، هنا باسط ومقام من نفس درجة، يبقى لازم الباسط يكون زي المقام، والمقام موجود فيه واحد يبقى تزود واحد وتنقص واحد. عارف لو المقام موجود فيه خمسة هتزود خمسة وتنقص خمسة، هنا هزود واحد وانقص واحد واوزع الباسط على المقام. x زائد 1 ناقص 1 على x زائد 1، تمام كده؟ لما توزع البسط على المقام هتوزع ال x زائد 1 على ال x زائد 1، يبقى ناقص تكامل x زائد 1 على x زائد 1 dx زائد تكامل dx على x زائد 1. امشي معايا واحدة واحدة، يبقى قيمة التكامل i x لين x زائد 1 تمام ناقص تكامل dx، وتكامل ال dx ب x يبقى ناقص x زائد تكامل دي اكس على اكس زائد واحد يبقى زائد لين اكس زائد واحد زائد سنت. في مشكلة في الكلام ده يا شباب؟ في مشكلة في الكلام ده؟ تمام. لا تمام يا باشمهندس. تمام ماشي بقى. أتأكد بس من التسجيل. بشكل هنا بقى عندك المثال ده، تكامل السيك اكس في التان تربيع اكس. تكامل ايه؟ السيك اكس في التان تربيع اكس، حاجة زي كده عايز أعمل لها تكامل. طبعا هتقول لي إيه ده، الاتنين مضروبين في بعض، يبقى واحدة أعمل لها تكامل وواحدة أعمل لها تفاضل. بس أنا ولا بعرف أعمل تكامل للسيك إكس ولا للتان تربيع إكس، فهبدأ أفكر إن أخلي التان تربيع إكس أخليها تان إكس في تان إكس، لأنك بتعرف تعمل تكامل للسيك إكس في التان إكس، لان السيك اكس في التان اكس لما تعمل لها تكامل بسيك اكس، يبقى حاجه زي كده هتخليها كام؟ سيك اكس في تان اكس في تان اكس اليو بتان اكس، اعمل لها تفاضل. انت عارف من الترم اللي فات ان التان اكس لما تعمل لها تفاضل بسيك تربيع اكس. الدي في عباره عن سيك اكس تان اكس، السيك اكس تان اكس لما تعمل لها تكامل بسيك اكس. اضرب اليو في الفي يبقى سيك اكس في تان اكس ناقص تكامل الفي في الديو يبقى ناقص سيك اكس سيك تربيع اكس. الناس معايا كده؟ ناقص تكامل سيك اكس في سيك تربيع اكس، تمام كده؟ السيك تربيع ديت عشان تعرف تكامل الحد التاني ده، خلي السيك تربيع بكام؟ واحد زائد تان تربيع، لانك انت عارف ان واحد زائد تان تربيع بسيك تربيع. اضرب واحد زائد تان تربيع في سيك اكس، يطلع عندك تكامل اي سيك اكس في تان اكس ناقص تكامل سيك اكس دي اكس. المفروض ناقص تكامل سيك اكس تان تربيع اكس دي اكس. هتلاقي عندك ظهر لك هنا ناقص تكامل سيك اكس في تان تربيع اكس، ما هو برأس المسألة، ورأس المسألة اسمها اي، فعوضت عنه باي، يبقى الاي بتساوي سيك اكس تان اكس ناقص تكامل السيك اكس. يا شباب تكامل السيك اكس بلين سيك اكس زائد تان اكس، لو انت مش عايز تحفظها اضرب بسط ومقام في سيك اكس زائد تان اكس، هتطلع لك ان البسط مشتق مقام يعني لين سيك اكس زائد تان اكس، كنا اخدناها مع بعض الاول سيكشن. ناقص لان سيك اكس في تان تربيع اكس لما تعملها تكامل ده اسمها تمام كده. السالب اي ده هتعديها الطرف الثاني، يعني بص كده يبقى 2 اي بتساوي سيك اكس تان اكس ناقص لين سيك اكس زائد تان اكس، يبقى الاي اللي هو قيمة التكامل هو نص سيك اكس تان اكس ناقص لين سيك اكس زائد تان اكس زائد سنت.
هنا احنا حلينا المسألة، بس كان لازم عشان تحل مسألتك لازم انك هتستنتج بعد الايه في اخر المسألة ان التكامل اللي هيطلع لك هو زي الاصل، تعدي الطرف الثاني وتجيب قيمته. الناس معايا كده يا شباب؟ في مشكلة في الكلام ده؟ لا تمام يا باشمهندس. بعد كده تكامل ساين انفرس اكس دي اكس، ممكن يقول لك ساين انفرس اكس او ممكن يقول لك ارك ساين اكس. انت عارف ان الساين انفرس ممكن نسميها ارك، ان ايه الساين انفرس ممكن نسميها ارك، يبقى ساين انفرس اكس او ارك ساين اكس او ايه او ارك ساين اكس. تمام كده. انا لسه قايل لك لما تلاقي دوله مثلثيه او اي حاجه بالاسلوب ده، او لين او الدوله المثلثيه او دوله مثلثيه زائديه عكسيه، هتشتغل بالتجذيب. يبقى اليو بساين انفرس اكس لما تعمل لها تفاضل، لما تعمل تفاضل للساين انفرس اكس المفروض ان هي واحد على جذر واحد ناقص اكس تربيع. لازم تكون عارف الايه، لازم تكون عارف التفاضل للساين انفرس اكس اللي هي بواحد على جذر واحد ناقص اكس تربيع. يعني معنى كلامك هنا ان الديو بدي اكس على جذر واحد ناقص اكس تربيع، دي اكس على جذر واحد ناقص اكس تربيع. انت لو مش عارف التفاضل للساين انفرس اكس مش عارف حل المساله، لان التكامل والتفاضل الاثنين معتمدين على بعض اعتماد كلي. تمام كده. يبقى الساين انفرس اكس ده لما تعمل له تفاضل يبقى دي اكس على جذر واحد ناقص اكس تربيع. الناس معاك كده؟ تمام. الدي في، الدي في عباره عن دي اكس اعمل لها تكامل يبقى اكس، اضرب اليو في الفي ناقص تكامل الفي في الديو، اكس ساين انفرس اكس ناقص تكامل اكس على جذر واحد ناقص اكس تربيع دي اكس. احنا خلصنا اكس ساين انفرس اكس، بس المشكله في اكس على جذر واحد ناقص اكس تربيع. هنا عشان تعرف تكامل لازم البسط يكون مشتق ما تحت الجذر، لان لو البسط مشتق ما تحت الجذر يبقى الناتج هو عباره عن 2 في الجذر. انت عندك مشتق ما تحت الجذر بسالب 2 اكس، وعندك في الوسط اكس يعني ناقصك سالب 2، اضرب بره في سالب نص، سالب نص في سالب يبقى نص، واضرب جوه في سالب 2 يبقى البسط مشتق ما تحت الجذر يبقى الناتج هو 2 في الجذر، يبقى نص 2 واحد ناقص اكس تربيع، النص يروح مع الاثنين يبقى لك جذر واحد ناقص اكس تربيع زي الثابت طبعا بالاضافه لاكس ساين انفرس اكس. تمام كده. ممكن يقول لك ارك ساين او ممكن يقول لك ساين انفرس اكس. نسمع كده يا شباب، حد عنده مشكله في الكلام ده؟ شباب في مشكله في الكلام ده؟ لا تمام يا باشمهندس. المثال اللي بعد كده، تكامل تي لين أس 3 تي، يعني كأنها تكامل تي لين تي الكل أس 3 دي تي. طبعا دالتين مضروبين في بعض وفيهم واحدة لين أحلها بالتجذيب واللين أختارها باليو، بقت معروفة. واللين أختارها بالإيه؟ أختارها باليو. يبقى معنى كلامك هنا إن اليو بلين تي أس 3 عامل لها تفاضل، أنزل الأس وأنقص واحد من الأس في تفاضل ما بداخل اللين، يبقى كأنها 3 لين تي كل تربيع في واحد على تي، لأن اللين تي لما تعمل لها تفاضل بواحد على تي يبقى 3 لين تي كل تربيع في واحد على تي. الناس معايا كده في الكلام ده؟ يبقى لين تي أس 3 تعمل لها تفاضل 3 لين تي أس 2 المفروض في واحد على التي. الدي في عبارة عن التي في الدي تي. تمام. أعمل لها تكامل، هزود واحد على الأس
واسم على اس الجديد، يعني تي تربيع على 2، يبقى يو في ناقص تكامل الفي في دي، يبقى تي تربيع على 2 في لين تي اس 3 تمام، ناقص 3 على 2 تكامل الفي في دي يو. انت عندك هنا عندك 3 وعندك نص، يطلع بره التكامل ب3 على 2 تمام كده. والتي تربيع هتروح مع التي وهتبقى لك تي، تي في لين تي الكل تربيع دي تي. هيظهر لك نفس الكلام تاني، هتحلها بالتجزيء كأنها مسألة تانية، اليو بلين تي أس 2، الديو عبارة عن 2 لين تي 1 على تي، بتنزل أس وبتنقص 1 في مشتق ما بداخل الكوس، الدي في عبارة عن تي في الدي تي، أعمل لها تكامل يبقى تي تربيع على 2. يو في ناقص تكامل في في الدي يو، بس اللي انت هتحسبه ده هو جنب سالب 3 على 2 تمام كده، هو قيمة التكامل ده. يبقى اكتب مسألتك عادي خالص، لما توصل للتكامل وافتح أقواس، تي تربيع على 2 لين تي أس 3 ناقص 3 على 2 في تي تربيع على 2 لين تي أس 2 ناقص تكامل التي في لين تي دي تي، ده قيمة التكامل. هيقابلك مشكلة تاني في التي لين تي، أعملها بالتجزيء مرة تانية، اليو بلين تي، الدي يو بالدي تي على التي، الدي في بتي دي تي تمام، الفي بتي تربيع على 2، اضرب اليو في الفي ناقص تكامل الفي في الدي يو، هيطلع لك قيمة التكامل الأخير ده. هنا شباب المسألة كأنها 3 مسائل تجزيء، كأنها 3 مسائل تكامل بالتجزيء، يعني لو كانت لين تي أس 4 يبقى كأنها 4 مسائل تجزيء، لو كانت لين تي أس 2 كأنها 2 مسائل تجزيء. الناس معايا كده؟ إنما لو الأس اللي هو التلاتة ده كان على التي جوه، هتحلها مرة واحدة بس، الناس تفرق بين ده وده تمام، يعني هي لو لين تي تكعيب هتحلها كأنها مرة واحدة بس، إنما لو لين تكعيب تي كأنها لين تي أس 3، لازم تحلها على 3 مراحل. الناس معايا؟ في مشكلة في الكلام ده؟ شباب تمام. هو ده التكامل بالتجذير. أنا جبت لك تقريبا 4 مسائل فيها أو 5، يعني جايبين كل الأفكار تمام كده. شباب ناخد بقى التكامل بالاختزال. الناس معايا؟ حد فيكم عنده مشكلة في التجزيء؟ حد فيكم عنده مشكلة في التجزيء يا شباب؟ تمام يا باشمهندس. تمام، ناخد بقى التكامل بالاختزال، integration by reduction، تكامل بالاختزال، وطبعا ده لازم يجي لك عليه في الامتحان مسألة. التكامل ده بيبقى واضح في الامتحان شوية، يعني ايه؟ يعني بتلاقي عندك حاجة اسمها ان، لما تشوف حاجة، لما تشوف الدالة اللي انت هتكملها دالة في الاكس وفي الان، اعرف انك هتشتغل بالاختزال. مبدئيا التكامل بالاختزال كأنه ابليكيشن على التكامل بالتجزيء، يعني انت بتحله بالتكامل بالتجزيء تمام كده. يعني دلوقتي هنا integration by reduction، تكامل بالاختزال ده دالة في الاكس وفي الان، عايز تعمل لها تكامل يبقى تعمل لها تكامل بالاختزال، او بمعنى اصح عايز تكتب التكامل اي ان بدلالة تكامل اقل منه، يعني عايز اعرف الاي ان هتساوي كام من الاي ان ناقص 1، او هتساوي كام من الاي ان ناقص 2 وهكذا. يبقى ده برضه تكامل بالاختزال، هيقول لك في الامتحان مثلا اثبت ان الاي ان تساوي كذا 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 ناقص اي ان ناقص 2، انت فاهم؟ يا اما هيقول لك يعني من الاخر لما تشوف مسالتك اكس وان او التكامل اللي انت هتكامله ده اللي في الاكس وفي الان، اعرف انك هتشتغل بالاختزال. لما تيجي تشتغل بالاختزال بتحلها كانها مساله عاديه خالص بالتكامل بالتجزيء. الناس تركز معايا، ماشي؟ هو اختزال تمام، يعني ايه اختزال؟ يعني هكتب الاي ان بدلاله اي ان ناقص 1 او اي ان ناقص 2،
بس انت عارف انك هتحل مسألتك بالتجزيء، يعني كأن الاختزال كأنه ايه؟ تجزيء. يا شباب الناس معاه كده؟ يبقى التكامل بالاختزال ده الغرض منه ان احنا بنجيب علاقة عامة للاي ان عشان نعوض فيها عن الان بارقام، وبنحسب اي تكامل احنا عايزين نحسبه. هقول تاني، الغرض من التكامل بالاختزال ان احنا بنستنتج علاقة للاي ان، وبعد ما بنستنتج علاقة للاي ان بنشوف احنا عايزين نحسب ايه، وبنعوض عن قيمة ان بالرقم اللي احنا عايزين نحسبه، وبنعوض على طول في الفورمة النهائية زي ما هنشوف حالا مع بعض في المسائل. الناس معايا كده في الكلام ده؟ في مشكلة في حاجة؟ في مشكلة في الكلام ده؟ لا تمام. عندنا بقى أول مسألة، الـ IN بيقول لك find الـ IN، يعني عايز علاقة عامة للـ IN اللي هي بتساوي تكامل sin n x dx. ركز معايا قوي، sin n x dx، وبعد ما تجيب الـ IN عايز اجيب sin اس 4 x dx، وعايز اجيب sin اس 5 x dx. عارف دي معناها ايه يا هندسة؟ معناها انك هتجيب علاقة عامة للـ IN، ولو انت عايز تحسب تكامل ساين اس اي رقم هتعوض عن الان بالرقم وتحسب التكامل ده من غير ما تكامل. يبقى الغرض من التكامل بالاختزال ان احنا بنجيب علاقة عامة للاي ان، وبنشوف احنا عايزين نحسب تكامل ايه، وبنستنتج منها قيمة الان، وبنعوض على طول في ايه في العلاقة النهائية من غير ما نكامل. يبقى هنا الموضوع معتمد اعتماد كلي على حساب قيمة الاي ان. عشان تجيب قيمة الـ IN لازم تشتغل بالتجزيء. تمام كده؟ ما هي مسألتك ساين ان اكس دي اكس، انا هنا ما اعرفش اشتغل بالتجزيء. تمام، لازم اظبط المسألة، يعني ساين ان ناقص 1 اكس اسحب منها اسحب ساين اكس من الساين ان اكس، هيتبقى لك ساين ان ناقص 1 اكس في ساين اكس، لانك لما تضربهم في بعض تاني هيديك ساين ان اكس. الناس معايا؟ دي اهم حاجه في المساله، دي الدخله للمساله. ليه انا عملت كده يا هندسه؟ عملت كده عشان اعرف اشتغل بالتجزيء، عشان اخد اليو بساين ان ناقص 1 اكس، واخد الدي في بساين اكس. تمام كده؟ لانك لو انت لان الساين ان اكس انا ما اعرفش اعمل لها تكامل. تمام كده؟ انا ما اعرفش اعمل لها تكامل. هتقول لي لما تاخد التكامل الدي في بالدي اكس هتلاقي مسالتك بايه؟ يعني هتكون صعبة أكتر. تمام كده؟ هيظهر لك تكامل مش هعرف أحله، يعني حاجة زي كده عشان تعرف تحلها لازم تسحب ساين إكس. تمام كده؟ يبقى ساين إن ناقص 1 إكس ساين إكس. تمام كده يا شباب؟ طب هقول لك على حاجة بقى، لو تلاقيت كوساين إن إكس اسحب منها كوساين إكس، لو تلاقيت تان إن إكس اسحب منها تان تربيع إكس، لو تلاقيت سيك أس إن إكس اسحب منها سيك تربيع إكس. يعني من الآخر، إذا كان ساين أو كوزاين اسحب واحدة منهم. أي حاجة تانية، يعني إذا كان تان أو سيك أو كوتان أو كوسيك اسحب منها تربيع. تمام كده؟ يبقى هنا إحنا إيه؟ إحنا حولنا مسألتنا بقت ساين إن ناقص 1 إكس في ساين إكس دي إكس. من طبعًا أنا هشتغل بالتجزيء، لأن أنا قلت لك التكامل بالاختزال هو كأنه أبلكيشن على التكامل بالتجزيء. يبقى تكامل اليو في الدي في عبارة عن اليو في الفي ناقص تكامل الفي في الدي يو. طبعا اليو هي بتدل ساين ان ناقص 1 اكس، لانك عندك ساين ان ناقص 1 اكس ما اعرفش اعمل لها تكامل، بس اعرف اعمل لها تفاضل. لما تفاضل اليو يبقى دي يو، عشان تعمل لها تفاضل هتنزل الاس ان ناقص 1 ساين ان ناقص 2 اكس. نزلت الاس ونقصت منه واحد، في مشتقة ما بداخل الكوس، مشتقة الساين اكس في الكوزاين اكس، اوعى تنساها في الامتحان. يبقى اليو ساين ان ناقص 1 اكس، الدي يو ان ناقص 1 ساين ان ناقص 2 اكس كوزاين اكس دي اكس، اوعى تنسى مشتقة ما بداخل الكوس، لانك لو نسيت حاجه هتلاقي مسالتك كلها معاك غلط. الدي في عباره عن ساين اكس دي اكس، اعمل لها تكامل يبقى سالب كوزاين اكس. تمام كده؟ يعني انت لما تعمل تكامل الساين اكس بسالب كوزاين اكس.
اضرب اليو في الفي ناقص تكامل الفي في الديو، اليو في الفي سالب كوزاين اكس ساين ان ناقص 1 اكس ناقص تكامل الفي في الديو، ما انت عندك ناقص كوزاين وعندك سالب تكامل، يبقى سالب في سالب بموجب، يبقى تكامل ان ناقص 1 ساين ان ناقص 2 اكس كوزاين تربيع اكس. ركز معايا اهو بقى، هنا عشان تعرف تكامل لازم تحول كوزين تربيع اكس لواحد ناقص ساين تربيع اكس. حولت الكوزين تربيع اكس لواحد ناقص ساين تربيع اكس، اضرب بقى الكوز ده كده في ساين ان ناقص 2 اكس. عندك ساين ان ناقص 2 اكس في واحد هي عباره عن ساين ان ناقص 2 اكس، طب ساين ان ناقص 2 اكس في ساين تربيع اكس هي ساين ان اكس دي اكس، لان ايه؟ انت بتضرب الاساس نفس الاساس فبتجمع الاسس. تمام كده يا شباب؟ يبقى معنى كلامك كده بقى إيه؟ ان التكامل ساين ان ناقص 2 اكس دي اكس ده اسمه اي ان ناقص 2. ليه اسمه اي ان ناقص 2؟ لان مسالتك لما كان الاس بتاع الساين كان بان، كان التكامل اي اسمه اي ان. تمام كده؟ يبقى لما الأس بتاع الساين ان ناقص 2 يبقى الاي اسمها اي ان ناقص 2. يبقى هعوض مكان ده باي ان ناقص 2 وهعوض مكان ده باي ان، تطلع عندك سالب كوزاين اكس في ساين ان ناقص 1 اكس زائد ان ناقص 1 اي ان ناقص 2 ناقص ان ناقص 1 اي ان. طبعا الاي ان عدها الطرف الثاني، يبقى اي ان زائد ان ناقص 1 اي ان بتساوي سالب كوزاين اكس زائد ساين ان ناقص 1 اكس زائد ان ناقص 1 اي ان ناقص 2. اخد الاي ان عامل مشترك، يبقى لك ان اي ان. ليه انا عملت كده يا شباب؟ انت لما تاخد الاي ان عامل مشترك هيتبقى لك 1 زائد ان ناقص 1، واحد تروح مع مع سالب 1 يتبقى لك ان اي ان. يبقى ان اي ان بسالب 1 على ان كوزاين اكس ساين ان ناقص 1 اكس زائد ان ناقص 1 على الان اي ان ناقص 2. هو ده العلاقه العامه او الريدكشن فورميولا بتاعتنا اللي احنا بنعوض فيها. ده العلاقه العامه لتكامل بالاختزال. لما اقول لك احسب اي تكامل هتستنتج الان بكام وتعوض في العلاقه دي كده. اهم حاجه في البدايه قبل ما تشتغل ساين ان اكس، اسحب منها ساين اكس عشان تعرف تكمل مسالتك. تمام كده؟ يبقى ده المطلوب رقم واحد. هو كان بيقول لك فايند الاي ان وانت جبت الاي ان. اول ما يقول لك فايند الاي ان هتستنتج انك هتجيب الاي ان بدلاله اي ان ماينس 1 او اي ان ماينس 2. تمام كده؟ المطلوب الثاني يا شباب رجاله، ناس معاه كده؟ في مشكله في الكلام ده؟ حد عنده استفسار في حاجه؟ تمام. المطلوب الثاني بيقول لك فايند تكامل ساين اس 4 اكس دي اكس. ساين اس 4 اكس دي اكس، بص كده الان بكام؟ الان ب 4 صح كده؟ يبقى هتعوض عن الان ب 4 في العلاقه اللي انت استنتجتها. لو استنتجت غلط مسالتك كلها غلط. تمام كده؟ يبقى الان بكام؟ ب 4. يبقى اي 4 بتساوي سالب 1 على 4 كوزاين اكس ساين تكعيب اكس زائد 3 على 4 اي 2. انا بعوض بس عن الان ب 4. يعني انت عشان تجيب الاي 4 محتاج الاي 2. احسب الاي 2. الاي 2 يعني اعوض عن الان ب 2. فين في العلاقه اللي احنا عملنا لها استنتاج مع بعض؟ يبقى سالب 1 على 2 كوزاين اكس ساين اكس زائد نص اي 0. عشان اجيب الاي 2 محتاج الاي 0. هتقول لي اعوض عن الان ب 0 في العلاقه؟ ما ينفعش، لان العلاقه اللي انت جبتها لازم تعوض عن الان اكبر من او يساوي 2. يعني لو الان ب 1 او ب 0 ما ينفعش اعوض هنا. ليه ما ينفعش اعوض هنا؟ لانك ما عندكش حاجه اسمها اي سالب 1 ولا عندك حاجه اسمها اي سالب 3، انت فاهم؟ فعشان اجيب الاي 0 اعوض في راس المساله. ارجع معايا كده للشريحه اللي فاتت، راس المساله كانت ساين ان اكس، لما تعوض عن الان ب 0 يبقى ساين اكس اس 0، واي حاجه اس 0 ب 1 يبقى 1 في الدي اكس بدي اكس. يبقى كان الاي 0 تكامل الدي اكس، ولما تكامل الدي اكس باكس زي السالب.
لما تعوض بالاي 0 في اي 2 ولما تعوض باي 2 في اي 4 جبت الاي 4. عوض بقى من الايه؟ من بالمقلوب بقى من اسفل لاعلى، يبقى كده احنا جبنا الاي 4. نفس الكلام المطلوب التاني ساين اس 5 يبقى الان ب 5، ونمشي معاها واحده واحده. عايز اقول لك على حاجه بس، لو قال لك هنا فايند ساين اس 4 اكس تمام في سيكتر بي اكس، في اسف في الكوسيكتر بي اكس، تمام كده يا شباب؟ الناس تركز معايا، لو قال لك فايند تكامل ساين اس 4 اكس في كوسيكتر بي اكس، لازم اللي هو عطيه لك تحوله لساين اس رقم. يعني هو بيقول لك ساين اس 4 اكس في الكوسيكتر بي اكس، انت عارف ان الكوسيك تربيع هي 1 على الساين تربيع، يبقى كانها ساين اس 4 اكس على الساين تربيع اكس، يعني ساين تربيع اكس يعني الان ب 2. الغرض من كلامي هنا ان اي حاجه هو عايزها لازم تحولها للساين اس رقم عشان تعرف تستنتج الان بكام. الناس معايا كده؟ حد عنده مشكله في الكلام ده؟ حد عنده استفسار عن حاجه يا شباب؟ باشمهندس، اتفضل. هو احنا ليه في السلايد اللي بعد ديت عوضنا بأي 2 في القانون اللي احنا استنتجناه، ما عوضناهوش في راس المسألة؟ لان انت جبت علاقه اللي هي اي ان بتساوي الكلام ده اللي هي على الماوس دي كده، ما ينفعش يتعوض فيها الا امتى؟ الا لما تكون الان اكبر من او يساوي 2، اكبر من او يساوي 2، تمام كده يا ريس؟ لانك ما ينفعش تعوض عن ايه؟ الان بواحد او الان بزيرو. ليه؟ لانك لو عوضت عن الان بواحد او بزيرو هيطلع عندك حاجه اسمها اي سالب 2 واي سالب 1. انا ما عنديش حاجه اسمها كده، تمام؟ فانت تمام. الاثنين بتعوض عادي، انما الواحد والزيرو عوض فين؟ في راس المساله. يعني انت عندك لما الان ب 5 طلع عندك هنا اي 1، عشان تجيب الاي 1 عوضت فين؟ في راس المساله. تمام. ماشي يا رجالة كده؟ حد عنده مشكلة في حاجة؟ لو قال لك ساين اكس في الكوسيك تربيع، قال لك ساين اس 4 اكس في الكوسيك تربيع، هتحولها كلها لساين اس حاجة. الناس معاك كده يا شباب؟ المثال ده بقى كده بيقول لك الاي ان عباره عن تكامل تان ان اكس دي اكس. عايزك ايه؟ عايزك تحسب الاي ان، يعني عايزك تجيب علاقه عامه للاي ان، وبعدين عايز يجيب الاي 4 والاي 5. هو اصلا مش هيقول لك الاي 4 على فكره، هيقول لك تان اس 4 او تان اس 5. ده تقريبا كان في الميد تيرم بتاع اللي هي 2019. هنا بقى عشان اجيب الاي ان، انا قلت لك الساين والكوزاين والس ان بتسحب منهم ساين اكس وكوزاين اكس، انما التان والكوتان والسك والكوسك بتسحب منهم حاجه تربيع. ليه يا عم الكلام ده؟ عشان تعرف تكامل بالتجزيء. احنا بنعلمك التكنيك بتاع الحل، انت فاهم؟ يعني ده كده حاجه في دماغك ثابته. يبقى تان ان ناقص 2 اكس في تان تربيع اكس دي اكس. نفس الكلام هتقول لي احلها بالتجزيء، ما انا ولا بعرف اعمل تجزيء للتان ان، ولا بعرف اعمل تكامل اسف للتان ان ناقص 2 اكس ولا للتان تربيع اكس. فهتبدا تفكر انك تعوض عن التان تربيع بالقانون بتاعها اللي انت عارفه، مش واحد زي التان تربيع بسيك تربيع. يبقى التان تربيع بسيك تربيع اكس ناقص 1. اضرب بقى معايا كده التان ان ناقص 2 اكس في السيك تربيع، تان ان ناقص 2 اكس في السيك تربيع اكس دي اكس، والتان ان ناقص 2 اكس في السالب 1 يبقى سالب تكامل تان ان ناقص 2 اكس دي اكس. هنا بس ايه؟ اضرب القوسين في بعض واوزع التكامل. ركز معايا واحده واحده كده، هو تكامل تان ان ناقص 2 اكس سيك تربيع، مش هو كانها تكامل تان اكس اس ان ناقص 2 سيكتر بي اكس دي اكس ناقص تكامل تان ان ناقص 2 اكس دي اكس؟ ما هو داله اس ثابت في مشتقه الداله
يبقى بتزود واحد وبتقسم على الاس الجديد، يبقى تان اكس اس ان ناقص واحد على ان ناقص واحد ناقص اي ان ناقص اتنين، لان لما كان الاس بتاع التان ان كان اسمه اي ان، يبقى لما الاس بتاع التان ان ناقص اتنين يبقى اسمه اي ان ناقص اتنين. يبقى الاي ان يا شباب هي واحد على ان ناقص واحد في تان ان ناقص واحد اكس ناقص اي ان ناقص اتنين. حد عنده مشكلة في الاي ان؟ حد عنده مشكلة في الاي ان؟ هنا بقى ما ينفعش اعوض عن قيم الان الا لما الان اكبر من او يساوي 2، يعني لما الان بواحد او لما الان بزيرو لازم اعوض في رأس المسألة. ركز في الكلام ده كويس، لما الان بواحد او الان بزيرو لازم تعوض في رأس المسألة. عايز اجيب الايه؟ عايز اجيب التان اس 4 اكس يعني كام؟ الان ب 4. الان بكام؟ ب 4. لو قال لك تان اس 4 اكس في كوتان تربيع اكس، تمام، الكوتان تربيع اكس معناها كام؟ معناها واحد على التان تربيع، يعني كأنها تان اس 4 على التان تربيع. الغرض انك تحولها كلها للتان اس حاجه. يبقى هنا عايز اجيب التان اس 4 اكس دي اكس، يبقى الان ب 4، عوض على الان ب 4 يطلع 1 على 4 ناقص 1 تان تكعيب اكس ناقص اي 2. لازم اجيب الاي 2 اعوض برضه في العلاقه، يطلع 1 على 2 ناقص 1 تان اكس ناقص اي 0. عايز اجيب الاي 0 اعوض عن الان ب 0 في راس المساله، يبقى تان اكس اس 0، يعني اي حاجه اس 0 ب 1 يبقى تكامل الدي اكس باكس زي السابق. عوض بقى بالاي 0 في اي 2 في اي 4. المطلوب الثالث، عايز اجيب تان اس 5 اكس دي اكس، يبقى الان ب 5 عوض عن الان ب 5 في فرق في العلاقه اللي انت جبتها، تطلع ب 1 على 4 تان اس 4 اكس ناقص اي 3 ناقص كام؟ اي 3. تمام كده. عايز تجيب الاي 3 عوض عن الان ب 3، عايز تجيب الاي 1 عوض عن الان ب 1 في راس المساله، وفي الاخر تعوض. لما تعوض عن الان ب 1 في راس المساله تطلع تكامل تان اكس، وعشان تكامل التان اكس تخليها الساين على الكوزاين، اضرب بره بسالب وهو بسالب، يبقى سالب بتكامل سالب ساين اكس على الكوزاين اكس، بسط مشتقة مقام يبقى لين المقام، وعندك بره سالب. تمام كده يا شباب. عوض بقى بالاي 1 في اي 3 وبالاي 3 في الاي 5، هتجيب الاي 5. يعني هو هيقول لك استنتج، وبعد ما تستنتج هيقول لك احسب حاجه. الناس معاها في الكلام ده؟ حد عنده مشكله في حاجه؟ اه مش مهم. تمام. السكشن ده مهم يا شباب على فكره، السكشن ده مهم. تمام، السكشن ده مهم جدا. ماشي كده يا شباب، آخر مسألة في التكامل بالاختزال. الاي ان بتساوي التكامل لين ان اكس دي اكس. عايز اجيب الاي ان، وبعد ما اجيب الاي ان اجيب لين اس 4 اكس دي اكس. شباب اقول لكم على حاجة، انا كنت قلت مثال اخير في التكامل بالتجذيب، اللي هو كان اكس في لين اس 3 اكس. تمام، اوعك تقول لي ايه اشتغل بالاختزال. انت مش هتشتغل بالاختزال الا لما يبقى عندك اي ان، وتجيب الاي ان وتعوض فيها. يعني انت في الامتحان ما تقوليش ايه ده انا هشتغل بالاختزال وبعد ما اشتغل بالاختزال ايه اعوض فيها. مش هتشتغل بالاختزال الا بس في حاله واحده بس، لما يقول لك فايند الاي ان، وبعد ما تجيب الاي ان هتشوف هو عايز ايه. ماشي كده يا رجاله؟ في مشكله في الكلام ده؟ هنا بقى ايه عندك؟ لين ان اكس دي اكس هتشتغل طبعا بالتجذيب، يبقى اليو بلين اكس اس ان، عامل لها تفاضل بان لين اكس اس ان ناقص واحد في مشتقه ما بداخل القوس مشتقه اللين اكس بالدي اكس على الاكس. تمام، الدي في عباره عن الدي اكس، عامل لها تكامل الدي اكس باكس. اضرب اليو في البي ناقص تكامل البي في الدي يو، يطلع عندك كام؟ اكس لين ان اكس ناقص تكامل اكس لين ان ناقص واحد اكس دي اكس على الاكس. الاكس هتروح مع الاكس والان تطلع بره، يتبقى لك ناقص ان تكامل لين ان ناقص واحد اكس دي اكس. دي بقى سهله جدا، مش محتاجه حاجه.
لما الأس بتاع اللين اسمه ان ناقص واحد يبقى التكامل اي ان ناقص واحد، يبقى العلاقة العامة بتاعتنا يا شباب هي عبارة عن اي ان اكس لين ان اكس ناقص ان اي ان ناقص واحد. هو عايز يجيب لين أس 4 اكس، يبقى لان ب 4 عوض عن اير عن ان ب 4 في العلاقة. بس مع العلم مش هينفع تعوض في العلاقة دي كده الا لما الان اكبر من او يساوي 1. الاي 4 هي اكس لين أس 4 اكس ناقص 4 اي 3. الاي 3 هي اكس لين أس 3 اكس ناقص 3 اي 2. عوضت بس عن الان ب 3 في العلاقة اللي انت جبتها، عوض عن الان ب 2 يبقى اكس لين تربيع اكس ناقص 2 اي 1. عايز اجيب الاي 1 يبقى اكس لين اكس ناقص اي 0. هنا بقى الاي 0 ما ينفعش اعوض بالان ب 0 في العلاقة، لازم اعوض بالان ب 0 في راس المسألة. تطلع تكامل دي اكس يبقى اكس زي الثابت، عوض بقى بالاي 0 في اي 1 في اي 2 في اي 3 في اي 4. يبقى كده الخلاصة في التكامل بالاختزال. هيقول لك استنتج الاي ان، عشان تستنتج الاي ان هتشتغل بالتجذيب. لو انت عندك ساين ان اكس او كوزاين ان اكس لازم تسحب منهم ساين اكس وكوزاين اكس قبل ما تشتغل مسألتك عشان تعرف تشتغل بالتجذيب. لو انت عندك تان او كوتان او سك او كوسك اس ان اكس لازم تسحب منهم حاجه تربيع، تمام كده. وطبعا بتشتغل بالتجذيب عادي وبتجيب الاي ان، وبعد ما بتجيب الاي ان بتشوف هو عايز ايه، تمام كده، وتعوض عن الان بكام، وطبعا تستنتج من اللي انت جبته. انما ما ينفعش انك تحل مسائل بالاختزال من غير ما يقول لك، تمام كده. يعني مسالتك ما فيهاش ان يبقى انت مش هتفكر في الاختزال خالص، تمام كده يا شباب. حد عنده مشكلة في الكلام ده؟ شباب تمام يا باشمهندس. تمام. طبعا دوال مثلثية عكسية الساين انفرس اكس مثلا ممكن اكتبها ارك ساين، عشان بس في الامتحان لو جات لك كده او كده. كوزاين انفرس اكس اكتبها ارك كوزاين، تان انفرس اكس بارك تان. يعني هنا الشاهد من الكلام ده ان الانفرس كانها ارك. ماشي يا شباب، كده انت معاك التكامل بالتجزيء والتكامل بالاختزال. حد عنده مشكله في حاجه؟ يا باشمهندس انا عندي سؤال بس كده. اتفضل. في التكامل بالتجزيء لما يجيب لنا دالتين ما بينتهوش زي مثلا لين اكس وساين اكس هنحلها ازاي؟ ما احنا قلنا لو دالتين مضروبين في بعض ومفهومش واحدة منتهية، تمام، لازم يطلع لك التكامل بدلالة الآر. يعني بص المثال ده كده يا هندسة، المثال ده مثلا ده كده، المثال ده الاتنين غير منتهيين، السيك اكس في التان تربيع اكس. انا لما حليت مسألة طلعت معاك في الآخر بدلالة الآر، الآي تعدها الطرف التاني وتجيب التكامل كأنه دالة في الإيه؟ الآي بيساوي كذا. أنت فاهم؟ يعني حاجة زي كده أنت يعني بتستنتج في الاخر ان التكامل ده عباره عن الاي، وطبعا الاي بقى بتعديها الطرف الثاني وبتجيب قيمه الاي. تمام يا باشمهندس. رجاله حد عنده مشكله في حاجه؟ لا ده مش كده يا باشمهندس حضرتك. هتلاقي عندك الاربع سكاشن موجودين على فايلز. انا النهارده المفروض بشرح اربع سكاشن ان شاء الله باذن الله، يعني ده المفروض السكشن رقم 2 النهارده، تمام. انا عايز بس بتاع التليجرام اللي هو بيرفع ياخدهم يرفعهم معاه. اعمل بس كده ايه، انهالي التسجيل.